السلام عليكم، معكم سالم. فيديو جديد اليوم جينا ندور على دو جوار تاع ليكيب ناسيونال اللي هما ياسين براهيمي و رشيد غزال. نبداو بياسين براهيمي. هاد لو جوار لام يقولوا بلي بورتو حوجوه. لونترينور تاع بورتو اسبيرينتو سانتو قالهم بلي ياسين براهيمي ما يدخلش في ليفيكتيف ديالي، دونك ياسين براهيمي او يحوس دي كلوب افون لا فان، او يحوس ان كلوب افون لا فان تاع هاد الميركاتو. و ام يقولوا بلي لي بروش دو سينيا ايفرتون، و كاين لي ام يقولوا بلي لي بروش سينيا ارسنال، كاين لي ام يقولوا بلي ايفرتون داروا له اوفر دو 20 مليون يورو. ياسين ابراهيم خرج وقال بلي ما يروحش يلعب في ايفرتون باسكو ما يديسبيتيش لويفا تشامبيونز ليغ. دونك لي زومبيسيون تاع ياسين ابراهيم هو حب يروح بورتو باش يلعب دوز ان كلوب لي يلعب تشامبيونز ليغ كيما ارسنال. ارسنال هو لو كلوب لي والم ياسين ابراهيمي، لا ليفربول يا لا ليفربول لا ايفرتون، لي دو كلوب هادو ما يلعبوش ما ديسبيتيوش اوكان كومبيتيسيون اوروبيان. سما ارسنال يلعبو هاد العام تشامبيونز ليغ، تشيلسي اوسي ما يلعبوش تشامبيونز ليغ هاد العام ني اوروبا ليغ. دونك ارسنال هما لي راهم لي بلي بروش، و كان يحطو لانسوم تاع 40 مليون دورو يجيبو ياسين ابراهيمي في افون لا فان تاع هاد الميركاتو استيفان. ان شاء الله ياسين ابراهيمي فاسيني دون ان غران كلوب، وان شاء الله نشوفو في ارسنال بوغ لا سيزون بروشان. لو دوزيام جوار اللي هو رشيد غزال، اللي دار ضجة كبيرة في هاد مع لا فان تاع هاد الميركاتو استيفال. اليوم يقولوا بلي روح، كانوا مع الاول يقولوا روح سود سوندرلاند، كان مع قال لك روح ويست هام ايفرتون، دوكا ما يقولوا لك كان يقولوا تاني ارسنال. دانييرمون ما يقولوا بلي رشيد غزال ريفوزي ايفرتون اي حيقعد مع ليون. هذا واش قال جون ميشيل اولاس لي او رايح يدير اون ريونيون مع رشيد غزال اي بروبابلمون il va rester à Lyon pour la saison prochaine. بالك حيرونو في الكونترا تاعو ولا يروح العام الجاي اوفيسيال لي فاكيتي ليون. سي دا ما رونوفلاش الكونترا تاعو فاكيتي ليون اوفيسيال لاني بروشان. دونك دون لي بروشان جور نشوفو اذا هاد لي جوار فانكيتي لوغ كلوب ولا لا لا، مع لا فان تاع هاد الميركاتو استيفال اللي حيكمل ماركودي 31 اوت السمانه الجايه ان شاء الله. من هذاك النهار اون فافواغ سي هاد لي دو جوار فون كيتي لوغ كلوب ولا لا لا. دونك انا معكم سليم، ابوني ولا شان يوتيوب، اي ا بيانتو بو نوفيل فيديو. السلام عليكم.